صباح الخير عليكم في حلقة معلومة في دقيقة. تحديد نوع الجنين ولد ولا بنت سؤال بيدور في ذهن كل سيدة حامل، والإجابة بتكون عليه خلال الشهور الأخيرة من الحمل. تعالوا بينا نرجع لورا شوية ونشوف الموضوع ده كان شكله عامل ازاي عند المصريين القدماء. من حوالي 1350 سنة قبل الميلاد قدر المصري القديم انه يتوصل لتحديد نوع الجنين اذا كان ولد ولا بنت، وكتب لنا السر العظيم ده في بردية محفوظة دلوقتي في متحف برلين في ألمانيا. سجل لنا المصري القديم خطوات بسيطة قوي نقدر من خلالها نحدد نوع الجنين إذا كان ولد ولا بنت، وهو إحضار اتنين من النباتات المصرية القمح والشعير، وأخذ عينة من بول السيدة الحامل ووضع جزء منه على القمح وجزء منه على الشعير. لو القمح نبت يبقى المولود بنت، ولو الشعير نبت يبقى المولود ولد، ولو مفيش حاجة حصلت للقمح ولا الشعير يبقى ألف سلامة والحمل كاذب. أشوفكم في حلقة جديدة، وتحياتي لكم محمد الفوق.